وأبو بكر رضي الله عنه فعل شيئا هو معفو عنه إذا لم يكن للمرء به علم، ولكن أبو بكر أبو بكر ليس له نظير في ورعه ومتين ديانته. فقد روى البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار، في كتاب مناقب الأنصار، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان غلام لأبي بكر، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يفرض مبلغا معلوما على هذا العبد، زي ما أنت يكون مثلا في كفالتك إنسان فبتقول له اشتغل في أي مكان وبأي أجرة، لكن أنا لي في اليوم مبلغ كذا تأتيني به. فهذا الغلام كان يأتي لأبي بكر بخراجه، أي المبلغ المعلوم الذي كان يأخذه أبو بكر منه في اليوم. وفي يوم من الأيام جاء هذا الغلام إلى أبي بكر بطعام، فأكله أبو بكر على عادته، فقال له الغلام: أو تدري هذا الذي أكلته من أين هو؟ قال له: لا. فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وخدعته، يعني ضحك عليه، زي ما تكلمنا قبل ذلك، الكاهن يقول له: أنت هتذهب للمشار الفلاني، لا امشي السكة سلكة وما فيش مشاكل والكلام ده. فيقوم الرجل ده اغتباطا بهذه البشرة من الكاهن يطلع مبلغ كده ويديه لمين؟ لهذا الرجل على كهانته. ده اللي حصل مع هذا الغلام، إن هو تكهن الإنسان في الجاهلية، قال له يحصل كذا وكذا ومش عارف ايه الكلام ده. فهذا الغلام لقي هذا الرجل في هذا اليوم، قال له: انت فاكر زمان لما كنت تكهنت لي بكذا وكذا وكذا؟ قال له: نعم. قال له: خذ الأجرة بتاعتك. فقال لأبي بكر: فهذا الذي أكلته من هذه الكهانة التي كانت في الجاهلية. قالت: فوضع أبو بكر أصبعه في فمه حتى استقاء كل ما أكله، حتى قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا استقاء من طعام حرام غير أبي بكر رضي الله عنه. وقد وقع هذا لأبي بكر أيضا في غير ما مناسبة، منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، أن النعيمان بن عمرو، وكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيه دعابة، نزلوا عند قوم فكان يقول: يكون كذا وكذا، فكانوا يعطونه على ما يقول. كان النعيمان يمزح، كان كثير المزاح. فلما رأى أبو بكر ذلك قال: ألا أراني اليوم، ألا أراني آكل من كهانة النعيمان منذ اليوم، أو قال سائر اليوم. فوضع أصبعه في حلقه واستقاء ما أكل.